مرحبا، كيف كان اليوم؟ راح نسوي هوت دوغ محشي بالعجين، كتير طيبة وللولاد خاصة بيفرحوا فيها. والعجينة هي نفس عجينة البيتزا، أنا منزلتها بفيديو فما راح أكررها، فيكن تشوفوها. هلأ بنقطع العجينة بعد ما تخمرت حسب الحجم اللي بتحبوه طبعا، وراح نعملها كرات ورشينا الأرضية اللي بدنا نحط عليها الكرات بالطحين. وبعد ما خلصنا الكرات رح نغطيهم بنايلون شغلة نص ساعة وهيك لبين ما كمان تنتفخ هالكرات. هلا بعد ما انتفخت رح نرشهم بالطحين ونمدهم هيك بشكل دائري، ورح نحشيهم طبعا بالهوت دوغ. هلا دهنا شوية زيت او اذا بتحبوا زبدة كمان، يعني بتعطي نكهة اطيب، وحطينا قطعة الهوت دوغ وراح نلفها بالعجين وهيك بنسكر على المزبوط الاطراف. وهلا الاطراف كمان فينا باصابعنا نلزقهم وفينا بهالطريقة. كتير بسيطة الطريقة، يعني هيك الوصفة كتير سهلة. مديناهم بصينية الفرن، رح ندهنهم زيت او زبدة كمان وشويناهم. شوفوا منظرهم بجننوا. رح نقسم وحدة ونورجيكم اياها، كتير طيبة خفيفة للأطفال خاصة والكبار ممكن يحبوها. شكرا كتير، إلى اللقاء مع أكلة جديدة وصفة جديدة. باي باي.